إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وهي غاية المؤمنين إلى الله المشمرين
ولا ينجو من جحيمها وعذابها إلا من نجاهم
وأعمالهم الصالحة
أنت الآن تضيع ثوابك وثواب الناس. إذا أردت أن تأتي مبكرا فبكر. سبحان الله العظيم. يشبهون المصلين والخطيب. يقول النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة فشمروا أيها المؤمنون وفتشوا عن أنفسكم، هل أحد منكم من هؤلاء السبع؟ فإن كان أحد منكم من هؤلاء السبعة فهنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا له، وإن لم يكن من هؤلاء السبع فعليه أن يسجل اسمه من اليوم مع أحد هذه الأصناف. سبعة يظلهم الله في ظله، وفي رواية صحيحة في ظل عرشه، ليبين المراد من الإضافة، فالإضافة كما يقول أهل اللغة بها ابن ملابس. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إمام عادل. إمام عادل يقول المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في صحيح مسلم وغيره: أهل الجنة ثلاثة: سلطان مقسط، مقسط أي عادل، قاسط أي ظالم. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأما المقسط فإن وهل الأمانة إلا خلق من
أما اليوم فقرآننا مجرد أمجاد، قرآننا شعارات، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شعارات، ديننا الإسلامي شعارات، أخلاق الإسلام شعارات، كلنا يدعي حبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلنا يدعي حبا للقرآن. وأين القرآن منا وأين نحن من القرآن؟ انظروا في أسواقنا، انظروا في أكاديمنا وحوائطنا، انظروا في مكاتبنا، انظروا في محاكمنا، انظروا في نياباتنا، انظروا في مستشفياتنا، انظروا في مجالسنا ومقاهينا، انظروا في مدارسنا وجامعاتنا، أين نحن من القرآن؟ وأين القرآن منا؟ والله لو كنا على القرآن ومع القرآن لرفعنا الله في الدنيا والآخرة، ولما سلط علينا عدو أبدا.
الصرافين من الموت